طيب يعني اكيد في استعدادات مهمه جدا ابتدت من النهارده بالمناسبه، وهنتكلم على تفاصيلها بشكل كامل مع حضراتكم على مدار الحلقه، لكن خلينا نشوف اهم وابرز مباريات اليوم في مختلف البطولات في على مستوى العالم بشكل كامل. نبتدي بالدوري المصري النهارده، في ماتشين ومباريات النهارده كتير بصراحه. الدوري المصري فيه ماتشين، الماتش الاولاني بيتلعب في هذه اللحظات ما بين طلاع الجيش و البنك الاهلي، مباراه في اطار مباريات الدوري العام الساعه 7، مباراه قويه جدا بين سموحه والاسماعيلي. اما في كاس الكونفدراليه الافريقيه النهارده اياب نصف النهائي من هذه البطوله بين شبيبه القبائل والقطن الكاميروني، دي مباراه الساعه 9. الافضليه شبيبه القبائل اللي قدر ان هو يفوز على القطن في الكاميرون بنتيجه 2-1. الرجاء وبيراميدز، مباراة صعبة على بيراميدز، هتكون الساعة 9 بالليل هناك في مركب محمد الخامس بالمغرب، والمباراة الأولى كانت انتهت هنا في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف. أما يورو 2020 فالنهاردة في مباراتين في الجولة الإقصائية دور 16 تحديدا، بين هولندا والتشيك دي مباراة الساعة 6، وبلجيكا مع البرتغال الساعة 9، مباراة قوية قوي قوي طبعا. اما كوبا امريكا ماتشين هيكونوا في نفس التوقيت الساعه 11 بالليل ما بين الاكوادور والبرازيل وفنزويلا مع بيرو. دي اهم وابرز المباريات النهارده، لكن الاهم بالنسبه لي الفوز بتاع امبارح والتفاصيل والكواليس اللي بتتعلق بمباراه الامس وتفوق النادي الاهلي. عندنا